عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم. اليوم نهضر واحد الدرس الرماية، الإخوان اللي تيديروا الرماية ولا البالتخاب كما كنسميو. نهضر على واحد الموضوع اللي هو جد مهم، اللي هو الإخوان اللي كيقول لك أنا في النادي ديالي، ملي كنمشي النادي ديالي كنضرب كنهرس فيه البلاطوات مزيان، وملي كنمشي لواحد النادي واحد آخر ما تنضربش مزيان. علاش؟ المشكل اللي كيوقع في التدريب اللي كدير، يعني التدريب اللي كدير ما كافيش. كيفاش نشرح لكم هذه الطريقه هذه؟ ان شاء الله الاخوان تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا الطريقه. انا نهضروا على الاخوان اللي تيديروا لو باركور، ونهضروا على الاخوان اللي تيديروا لافوس. الاخوان اللي تيديروا الباركور دو شاس اللي عندهم هذا المشكل هذا، وشبع مرات كيطلع في تما شبع مرات كيدير 22 ل 23 بلاطو تيهرسو، شبع مرات كيدير 12 14 15، ما تيعرفش علاش هاد الفرق ما بين الريزولتا ديال ولا النتيجه ديال لي سكور ديالو كتختلف. نهضروا على واحد البلاطو اللي كتسمى لا شانديل. مثلا نهضر لكم على لا شانديل، اغلبيه الاخوان اللي تضربوا معايا في النادي غادي يعرفوا هذا الموضوع علاش كنهضر. لا شانديل مثلا واحد البلاطو كيخرج من هنا تيطلع الفوق وتيهبط. هاد لا شانديل نهضر على واحد الاخ سميتو ابغا شوتينغ، ندير لكم لوليان ديالو. هاد البلاطو في لا بلان، ملي كنضربو في لا بلان ابغا يلا تيطلع البلاطو تيهرسو هنا. حنا الاغلبيه ديال القناصة اللي كنديرو لافونس ماتنو، انا كنهرس البلاطو هنا ديكا حتى لهنا ماشي مشكل. البلاطو الناس اللي تيضربو حيت لي بولمو والطريقه باش كيضرب ابغا شوتينغ واحد الطريقه شويه مختلفه. حيت انا ليكزومبل معليش نمشي عند واحد شامبيون دو موند اللي كيضرب شي حاجه اللي كيربح، انا نمشي عند واحد ليكزومبل اللي شويه اللي هو كنشوفو دائما كيفاش يضرب كيفاش كيتريني واللي كنضرب معاه مره. ابغا شوتينغ عنده واحد لي بولمون ما تيديرش لافونس ماتنو، تيتبع لو سوينغ بعينو ملي كيشوف لو بوان فيه غادي يضرب تحت لا كروت وتيضرب. هاد الطريقه شويه مختلفه، ما كايناش عند بزاف ديال الاخوان. الطريقه شويه سريعه بزاف اللي ما يقدرش اي واحد يدير. مثلا ابغا ندير لكم ابغا تيضرب البلاطو هنايا، يونس والاغلبيه ديال الاخوان تيضربوا البلاطو هنايا في هاد النقطه. المشكل اللي تيوقع شنو هو؟ ملي كنتدربوا على هاد الطريقه هادي، مثلا انا والاخوان اللي تيديروا معايا لو باركور ولا حتى الاخوان كاينين في البلدان وحدين اخرين، فين تيوقع لنا المشكل؟ المشكل ما كيكونش هنايا، المشكل تيكون في لي دوبلي. ملي كدير واحد بلاطو مدوبل كما كتعرفوا في الباركور دو شاس، كضرب بلاطو انديفيديوال واحد بواحد بواحد بواحد، وفي الاخر تيعطوك لي دوبلي. مثلا نهضروا على واحد البلاطو مثلا اللي كنضربوا حنايا في كوناز اف اللي تيخرج هكا، وتيكون دوبل بلاطو اللي مثلا الاش اللي كيخرج هكا سي كوم ان شانديل. في كيولي عندنا المشكل، كنولي عندنا نديرو دوبلي في جوج ديال لي بلاطو. الوغ سي اوبليجي خصني نضرب لو اف. علاش؟ حيت الا جيت نضرب هذا لو اش مثلا، الا جيت نضرب الاش هو الاول غادي نلقى لو اف مشى، يعني هذا هو الاول اللي خصني نضرب حيت الاف تيخرج بواحد لا فيتاس، ولا لو سي الا درنا في لا بلان واقيلا سي نبدلو سي. ملي كيخرج لو سي كيخرج بواحد لا فيتاس كيمشي كيطيح دغيا. اشنو كيولي عندي هنايا؟ غادي نضرب لو سي هو الاول، سي اوبليجي خصني نضرب لو سي. عاد نرجع للاش، كنضرب مثلا لو سي، نقول انا هرست لو سي هنا مثلا، هرست لو سي هنا. ملي كنرجع للاش الاخوان ما تنضربوش هنايا، حيت الوقت اللي ضيعت باش نضرب هذا البلاطو كنولي نضربوه هنا ولا هنا. لهاد جوج النقاط انا شخصيا عمري ضربتهم في هذا البلاطو هذا الاش. هنا كتولي تختلف، هنا كيتبدل عليك لو باركور ديالك. هنا الباركور كيتبدل. شنو كنصح بهم الاخوان؟ الاخوان كنصحهم ملي تيضربوا البلاطوات اللي تيترينو في نفس النادي وفي نفس لو ستوند دو تير ديالهم، انهم يبدلوا البلاصه اللي كيهرسوا فيها لي بلاطو. مثلا الاش
ايوا دلا نهرسو مثلا اي بغا تيهرسو هنايا في هاد لو دوبلي هذا، غادي يضرب لو اف، غادي يهرسو هنايا مع لا فيتاس اللي عنده. انا كنضرب هنايا مع لا فيتاس اللي عندي، غادي نهرسو هنايا ولا هنايا. يعني الاخوان قبل ما دير لو بلاطو بحال هكا، حاول مره تهرسو هنا، مره تهرسو هنا، مره تهرسو هنا، مره تهرسو هنا، باش كتولي عندك بزاف ديال الحدود انك تهرس هذاك البلاطو في نقاط مختلفه. هنا كيولي عندك لونطريمون باش ما تملش، باش ما بقاش دير نفس الروتين. علاش؟ حنا ملي كنمشيو للنادي ديال الرمايه كنجلسو في نفس لي بوست، يعني نفس الزاويه، بوست 1 بوست 2 بوست 3، وكنضربو نفس البلاطو في نفس الزاويه. يعني كيولي عندنا داكشي روتين، يعني نفس البلاطو الا كنا كنضربو مثلا لو اف تيخرج لنا هكا كنهرسوه دائما هنايا. ولكن ملي كيكون في دوبلي، ملي كنخرجوا جوج ديال البلاطوات، ما كتبقاش تهرسوا هنايا، تقدر تهرسوا هنايا، تقدر تهرسوا هنايا، تقدر تهرسوا هنايا. لهذا الاخوان اللي بغى يطلع شي النيفو ديالو في الباركور دو شاس، ضروري انه يحاول يمارس ولا يحاول يبدل التكنيك ديالو في التهرس ديال البلاطو. مثلا الا كان تيهرس البلاطو هنا دائما، يحاول يتسنى مي ايبوليش السلاح ديالو باش يهرس البلاطو في هاد الجهاز، باش ملي كيدير لي دوبلي ما كيتفاجئش. حيت حنايا في لو دوبلي اون فوا النقطة ولا لا فينيتر فين كتهرس البلاطو كتختلف، هنا كتلف، كتولي دير الحسابات، كتولي تلف، كتولي دير لي كالكول. عوض الدماغ باش ياناليزي لا فيتاس ديال لي بلاطو التراجيكتوار، كتولي تعطيه فرصة انه يفكر، ومتي عرفش شنو غادي يدير. واش غادي يتبع البلاطو باش يضرب، ولا غادي يدير لك لي كالكول في لافونس، كتولي تخربق، ما كتعرفش شنو غادي دير. صافي كتولي تمل، كتقول اه ما عرفتش شنو غادي ندير مع هاد الدوبلي هادي. يعني احسن حاجه انك في التهرس ديال البلاطو، ملي كتكون مولف كتهرس البلاطو في واحد النقطه، حاول انك تبدل، دير واحد شويه ديال الروتار ولا دير بلوس دافونس باش تبدل النقطه اللي كتهرس البلاطو في التراجيكتوار فاش كيمشي البلاطو، ولا في التراجيكتوار فاش كتهرس البلاطو. مثلا هاد لو سوينغ هذا كنتي كتهرسو هنايا، حاول تهرسو هنايا. بالنسبه للاخوان اللي تيديروا لافوس، كتطبق عليهم نفس الشيء. حيت لافوس، علاش لافوس؟ مثلا الاخوان اللي تيديروا لافوس هنا في فرنسا ولا في المغرب، مثلا مولف كدير لافوس في الرباط، مشيتي لطنجة لاغري مثلا، مثلا انت مولف في الرباط كدير في لافوس لا اف اي، كانت عندك لاغري ا، مشيتي اسيدي لطنجة لقيتي عندهم لاغري 2. لاغري 2 بطبيعة الحال كتختلف الزاويه، كيكون عندك 5 ديال البوست 1 2 3 4 5. هادو مثلا لي ماشين، عندك البلاطوات كيخرجوا هكا مثلا في جميع الاتجاهات. ايوا مثلا لو بوست 1 حيت عندهم نفس الاتجاه في لاغري 1، باش نكونوا واضحين، لاغري 1 عندك واحد البلاطو سي اوبليجي غادي يخرج هكا، سواء في لا سيري الاولى، سواء في لا سيري الثانيه، سواء في لا سيري الثالثه. الا كنتو كتلاحظوا مزيان لي ديريكسيون ديال لي بلاطو، كتكون هاد الاتجاه هذا كيخرج سواء في السيري الاولى، سواء في السيري الثانيه، سواء في السيري الثالثه، كيتعاودوا نفس لي بلاطو. انت كنتي مولف تهرس البلاطو هنايا مثلا، غادي تولي تهرس البلاطو، حاول اما تضربو اون فيتاس هنايا ولا تضربو هنايا، باش ما كيبقاش عندك نفس الروتين في الظرف في النادي ديالك. كنهضر على النادي ديالك، اما ملي كتمشي لواحد النادي اخر كتختلف فيه لاغري، راه ايفيكتيفمون ما كتعرفش الاتجاه ديال البلاطو فين غادي يمشي. وملي كتشوف البلاطو خارج بواحد السرعه مثلا ديال 40 متر سكوند، كيدهشرك، يعني كتقول اه البلاطوات هنا هادو تيخرجوا بالزربه، ما عرفش فين غادي نهرسو، واش نهرسو الوسط ولا نتسنى حتى يطلع ولا في البدي. يعني كنقول لكم الاخوان في النادي ديالك ملي كتكون كتضرب فيه، مثلا انت مولف كتضرب في هاد النادي في هاد لا اف او لا غري ان، عندك البلاطو مثلا هنا في الوسط كيمشي نيشان، حاول مره الاولى تهرسو هنايا، حاول مره ثالثه تهرسو هنايا، حاول مره رابعه تهرسو هنايا، باش كتولي تريني على حساب التراجيكتوار البلاطو، كتهرسو في واحد النقط مختلفه، باش ما كيبقاش عندك لونطريمون روتيني. فهمتي؟ كتولي بحال انت كتسنى غير ديك الفرصه انك باش تبدل لو موفمون ولا الجهه فين خصك تهرس فيها البلاطو، انت كتختار براسك براسك. هادشي هو اللي كاين اخوان الموضوع ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.